أشهد الله حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. رؤيا عجيبة لكاهن تكون سببا في دخول الناس أفواجا إلى دين الله سبحانه وتعالى. ما قصة هذا الكاهن وما هذه الرؤيا الغريبة التي رآها وكيف استجاب له آلاف الناس في لحظة واحدة؟ الحقيقة هذه قصة إسلام من أغرب القصص التي يمكن أن تصادفها أخي الحبيب. ينبغي أن نتأملها ونأخذ منها العبر، نأخذ منها دروس نرد بها على أولئك المشككين والملحدين الذين يدعون أن الإسلام انتشر بحد السيف وبالعنف والقوة والإرهاب. الحقيقة هذا الكاهن مسؤول عن آلاف الناس في إحدى الكنائس في جنوب أفريقيا، وعلى ما يبدو أنه إنسان مخلص في عمله ويمتلك محبة كبيرة في قلوب الناس، وواضح أنه صادق معهم. يرى رؤيا وهو داخل كنيسته، سبحان الله، تأتيه الرؤيا من داخل الكنيسة تقول له أخبر أتباعك أن يرتدوا اللباس الأبيض الخاص بالمسلمين، اللون الأبيض. فالرجل ظن أنه كابوس، ولكن هذا الحلم وهذه الرؤيا عادت مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى سيطرت عليه تماما واقتنع أنها رؤيا حقيقية، وكان لابد من إخبار هؤلاء الناس في اليوم التالي. وقال لهم أنا رأيت هذه الرؤيا، ومن أحب أن يرتدي اللباس الأبيض وغطاء الرأس الأبيض فليأتي غدا. وتفاجأ في اليوم الثاني أن جميع من كانوا يحضرون قد عادوا إليه راغمين قانعين، سبحان الله. وهو تعجب كيف استجابوا له بهذه البساطة. ووقف هذا الكاهن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكانت المفاجأة الكبرى أن كل ما في هذا المكان رددوا كلمة التوحيد وقبلوا بالإسلام. أشهد الله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. الحقيقة هذا الموقف المؤثر أخي الحبيب لابد أن نتأمله، لأنني أنا شخصياً أعتبره معجزة مادية ملموسة نخاطب بها كل من يشكك بصدق رسالة الإسلام. رقم واحد، الإسلام لم ينتشر بالسيف. الإسلام لو كان يدعو للعنف والإرهاب والقتل والإساءة للمرأة واستعباد الناس لما دخله أحد. انظر أخي الحبيب، في يوم واحد دخل المئات وربما الآلاف في دين الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لو فرضنا جدلا أن الإسلام انتشر بحد السيف، جدلا يعني، كم شخص استطاع النبي عليه الصلاة والسلام، كم شخصا أجبرهم على الإسلام؟ 1,000، 2,000، 3,000، حتى لو كان العدد 100,000، لنفرض أنه أجبر 100,000 على الإسلام. نحن الآن في العالم لا يوجد سيف، كل ما هنالك عبارة عن معلومات عبر الإنترنت. كل شهر يدخل مئات الآلاف في دين الله على مستوى العالم. يعني اذهب إلى أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا تجد أن مسجد واحد يأتيه المئات شهريا ليعلنوا إسلامهم طواعية.
من دون أن يهددهم أحد. أصلا لا يوجد سيف في الخارج في الغرب، ولا يستطيع أحد أن يجبر أحدا على اعتناق أي شيء، لديهم حرية مطلقة كما تعلمون. طيب إذن هذا دليل مادي ملموس أنا أقدمه لكل إنسان يشكك برسالة الإسلام، أن الإسلام انتشر بقوة تعاليمه التي هي نور. لذلك نجد أن الحرب اليوم على الإسلام ما شكلها؟ هي حرب أفواه، حرب إعلامية بالكلام، تشويه. انظر إلى هؤلاء المشككين وهم بالمئات على شبكة الإنترنت، يشككون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يشككون بالقرآن العظيم، يشككون بتعاليم الإسلام، وهم للأسف لا يتحدثون عن تعاليم الإسلام. كل ما في الأمر أنهم يأتون بروايات تاريخية لا أصل لها، وضعها اليهود أصلا لتشويه الإسلام، ويقولون هذه هي كتبكم وهذا هو إسلامكم إلى آخره. ولكن حقيقة هم يضحكون على أنفسهم، لأننا نعلم ما هو الإسلام، ما نحن مسلمون. يعني أنا مسلم، أنا أمامكم إنسان مسلم، أطبق تعاليم الإسلام، أطبق ما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد شيء من العنف والإكراه والإرهاب وكل هذا الكلام الفارغ، غير موجود أحبتي في الله. لذلك هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام في يوم واحد ذكروني بآية كريمة أيضا أود أن أسوقها لكم كعبرة، لأن المؤمن يبحث دائما عن الحكمة والعبرة. هؤلاء علم الله أن فيهم خيرا فأسمعهم صوت الحق. انظر كيف أن المشككين يحاولون باستمرار أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يعني نور الله لا يطفأ، أنا أمامي هذا النور مهما تكلمت هل ينطفئ؟ فما بالك، وهذا نور صناعي، ما بالك بنور الله عز وجل، وهي تعاليم القرآن. هنا المقصود بها التعاليم القوية للقرآن، لا تستطيع أن تطفئها مهما حاولت. لذلك هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عندما يصدر الإذن من الملك سبحانه وتعالى، يصدر الإذن، والله أيها الأحبة، الإنسان مهما كان بعيدا عن الله ومهما كان سيقتنع برسالة الإسلام ويقبل هذا الدين الحنيف. الله سبحانه وتعالى يقول عن أولئك الذين ليس فيهم خير ولا يحبون أن يسمعوا كلمة الحق ولا تحب أعينهم أن ترى نور الإسلام ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سبحان الله، هذه المجموعة في هذه البقعة من العالم في جنوب أفريقيا علم الله أن فيهم خيرا فأسمعهم صوت الحق برؤية أجبر بها هذا القس على أن يرى الإسلام، يرى نور الإسلام. وبالتالي الإجبار هنا أيها الأحبة جاء نتيجة اقتناعه الكامل أن هذا هو الدين الحق، ولكن هذه الرؤية أجبرته على البحث، لأننا اليوم للأسف الملحدون لا يبحثون، لا يكلف نفسه عناء البحث عن الإسلام، يعيش ويستمتع بحياته ويأكل ويشرب وتمضي هذه الحياة حتى يواجه مصيره بعد الموت. لذلك مثل هذا الكاهن وأتباعه حقيقة هم أنقذوا أنفسهم من النار، نجوا بأنفسهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء. الشيء الثالث أيها الأحبة الذي أود أن أعلق عليه في هذه المعجزة الحقيقية، أن الإسلام يا أخي الحبيب هو منهج حياة. يعني هذا الكاهن ذهب للحج وشاهد النور بقلبه، وذهب إلى جبل النور وشاهد النور، وشاهد نور الإسلام بقلبه وعقله. وهذا يرد على أولئك المشككين الذين يقولون إن الحج عبادة وثنية
إن الحج هو عبارة عن مجموعة من الناس يطوفون حول حجر وهو الكعبة، ويسجدون لحجر، ويرمون كائن وهمي هو إبليس بحجر. سبحان الله. هذا الإنسان الذي رأى نور الإسلام، الحقيقة كانت رحلته إلى البيت الحرام وإلى مكة والمدينة كانت مليئة بالبكاء، مليئة بالخشوع، مليئة بالتثبيت على الإيمان. الحج أخي الحبيب هو وسيلة لتثبت الناس على هذا الدين، لأن ديننا ليس دين فارغ. ما هي الشعائر التي لدى الملحدين مثلا؟ ما هي الشعائر التي لديهم غير شرب الخمر والشذوذ الجنسي وكذا؟ ليس لديهم شيء. فإذا دين فارغ دين الإلحاد، بينما دين الإسلام دين مليء بالعبادة، بالصيام، بالصلاة 5 مرات كل يوم، بذكر الله، بالصدقات، بفعل الخيرات، مليء بالشعائر والعبادات وأعمال البر وبر الوالدين والإحسان للناس. إذن أخي الحبيب، هذا الدين يجب أن نوصله لمن يحتاجه. للأسف نحن قصرنا كثيرا، عندما قصر المسلمون في دعوة غير المسلمين أو في إيضاح حقيقة الإسلام لغير المسلمين، سخر الله لهذا القس نداء من عنده، رؤيا رآها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندما قال: والذي نفسي بيده سيبلغ هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. بالفعل اليوم أخي الحبيب، اذهب إلى مراكز الأبحاث العالمية الغير إسلامية، يعني مثل مركز بيو ريسيرش الأمريكي، مركز شهير جدا ويعطي إحصائيات دقيقة جدا، يقول لك إن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا، ليس تكاثرا، انتشارا، ينتشر بسرعة. يقول لك إنه بعد 30 أو 35 سنة دولة مثل فرنسا إذا استمر انتشار الإسلام بهذا الشكل سيشكل المسلمون أغلبية، وهذا كلامهم طبعا. لذلك يعني لا داعي لتشويه صورة الإسلام أخي الحبيب، أنت تضر نفسك. من يشوه صورة الإسلام هو يضر نفسه حقيقة، هو يصد عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هل تستحق حربك على الإسلام أن تكسب لعنة الله ويوم القيامة تكون في نار جهنم والعياذ بالله؟ لذلك يعني نحن نحاول أحبتي في الله أن نظهر الصورة الحقيقية للإسلام. والله تعالى يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا الإسلام لا يوجد فيه إكراه أبدا، ولا يوجد فيه عنف كما تقولون، ولا يوجد فيه انتقاص من حق المرأة. 2/3 من يعتنق الإسلام في بريطانيا من النساء، ارجعوا للإحصائيات على موقع BBC وغيره، وتحدثنا عنها مؤخرا. إذا خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب، أولا الإسلام ينتشر بأفكاره وتعاليمه التي تتفق مع الفطرة وتتفق مع العلم والمنطق، ينتشر بقوة تعاليمه فقط، لا بالسيف ولا بالإكراه ولا بالعنف ولا بغير ذلك. الشيء الثاني أنه لا تقل لي هناك ملحد في مكان ما لم يسمع عن الإسلام. اليوم كل الناس سمعوا عن الإسلام، ولكن الذي يمنعهم من اعتناق هذا الدين هو
الكبر، الكبر. الله تعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، علو في الأرض، ظلم، ظلم نفسه. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهدي أحدا سيهدي، وإذا علم من إنسان خيرا سيهدي. ثق تماما، لا يوجد شخص في الكرة الأرضية اليوم من 8 مليارات لا يوجد واحد يبحث عن الحق إلا ووجده. أما المستكبر الذي يكره دين الله، يكره الآخرة، هذا المستكبر يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يبحث عن الحقيقة لابد أن يصل إليها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، وأن ينير قلوبنا وقلوبكم إلى دينه الكريم. وأذكركم بأهمية الدعوة إلى الله. أحبتي في الله، المؤمن يجب أن يكون مثل المصباح، يضيء لمن حوله، يضيء لهم الطريق. أنا عندما أرى ملحدا ضل الطريق يسير باتجاه حفرة من حفر النار، أنا ينبغي أن أرشده، يجب أن أقول له الطريق من هنا، هذا هو الطريق الصحيح، وليس يعني طريق الشذوذ الجنسي طريق خاطئ سيودي به في نار جهنم والعياذ بالله. وفي الدنيا أيضا سيهلكه بالأمراض المنقولة جنسيا وغير ذلك. عندما أرى إنسان يأكل الربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يجب أن أنبهه. ولا يوجد إكراه ولا يوجد عنف على فكرة في الإسلام. الموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من المهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.